السلام عليكم، اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبير، مباشرة من الدار البيضاء. معنا خالد ناجم بن العسري، سجين شائب له 22 سنة. اليوم غيوجه رسالة للحكومة، لأن قال لك الظروف ولات قاسية، الخضرة غالية، اللحم غالي، الدجاج غالي، قال لك عندي جوريدات والله ما عندي باش نشري لهم مكتوبة. خالد تفضل خويا، مرحبا. السلام عليكم إخوة المشاهدين اللي كيشاهدوا الناجم العسري ملقب خالد سجين شائب اللي تاب ديال بصح اقسم بالله، ولكن دخلنا الافلام قصيره بدون قناه، ما عندي حتى قناه، ولكن كنمثلوا الناس المشاهدين ولاد الحي محمدي الثقافه العامه، منهم ممثلين تخرجوا منهم بزاف. المهم الاخوان سمحوا لي ندخلوا ديريكت الموضوع، واش حنا الشعب ولا شعب ضائع ولا مواطنين مغربيين ويعيش الملك ويعيش سيدنا؟ ولكن هاد سي أخنوش قصف الشعب ديالنا، غلى علينا المواد الغذائية، قرنا دار ب 22 سنة، عندنا الكراع، عندنا الماء، الضو، والله اللي عالم. الله يجازيك بخير السي أخنوش، الله يجازيك بخير، عيش سيدنا، عيش سيدنا والله ينصرو. الناس المشاهدين الله يرحم لكم الوالدين. إذا فرنسا، طاليان، أمريكان لا تزادت درهم في الحليب كيزيدهم 1000 درهم في الصالير، وحنا كنشدوا 30000. انا ما كنشد حتى شي حاجه، انا راه طالب مساعده من عند خارج الوطن، واخا مستريسي عن نقصي في حكومه اخنوش اون ديريكت، ويعيش الملك، ومن تحت الملك يعاود الراس، ويعيش سيدنا، ويعيش المخزن اللي هزنا البرو وما كياديناش. وسي اخنوش الله يجازيك بخير، واقيلا غنقول لك ناخذ لكم الحسنات ديالك، كون عندك الحسنات غناخذو من عندك، انت ما عندك حتى حسنه واقيلا، والله يسمح لي من هذه الكلمه، كون عندك الحسنات عندنا المحكمه الكبيره عند الله غادي ناخذوها من عندك. انت زدتي لنا في البوطه، زدتي لنا في الزيت، نيس كافي من نهار عقلت عليها من صغري بالدرهم زدتي فيها 10 اون ديريكت. دانون اللي غنشري لولدي انا صغير عنده 3 سنين ونص ب40 زدتي فيه 10 ديريكت. شوف خليتي خبزه اللي دايره درهم زي كمل لي 1000 فرنك باش تكمل البايه للشعب باش تقتلو في مره. الدجاج كان 1000 فرنك ولا بيضل. ولا 500 الكيلو كاع حنا حيره ماشي 100 يقدر يدير 1000 ريال وحي 500 الكيلو ومذبوح ب 1000 ريال الكيلو. كيلو ديال اللحم اقسم بالله اللي اقسم الدنيا والدين الاخوان المشاهدين الكرام، وهذه راه عبره ماشي مشاهده للناس. اقسم بالله الا نادم بالله، راه جاك تدور الكاميرا سي عبد الله، انا راه ماشي اول مره غنصور، ولكن صورت هاد التصوير الناس الحي محمدي والناس اللي خارج الوطن اللي تبت انا واحد التوبه نصوحه، ولكن انا ما كنخاف الا الله سبحانه وتعالى، ويعيش الملك، ومن تحت الملك يعاود لمخو. كتوبك شي غادي واقسم بالله ولادي حرمتهم عليا ريان واحمد، وهادشي راه نادم ندام اللي ما عمرو غيرجع عليا. خويا بكثرة 22 عام ديال الحبس وليت كنستعمل ادويه ديال الاعصاب وانا مستريسي. واش هاد السي اخنوش حاشا هو السي اخنوش ولا نقول لي اخنوش ديريكت، ولا كان شي سجن يدخلني على الضعف اللي قهرنا به. اسمح لنا سي اخنوس، اسمح لنا الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. فجيتي علينا، عرفتي درتي معنا مزيانه سي اخنوس، وكاع المواد الغذائيه زدتي فيها حتى راه ولا لاباس علينا. حتى الناس اللي كيزودوا على هاد الانسان ولينا نوقفوا اليوم، باغي يدبرها لك ب 1000 فرنك ولا 400، ما كيقول لك خويا راه الحاله تكبتات. دابا شي الناس اللي كانوا تيعاونوا المحسنين. حشومه عليك اصاحبي، حشومه عليك. ولا شفت فيديو، شفت فيديو ديال واحد السيده قريبه للعائله ديالك ضاربه 500 مليون من ذهب حتى اللبسه ديالها، راه شافوا الناس الفيديو ديال ديك الدريه اللي من العائله ديالك، الله يخليها لك السي اخنوش. سهل على رزقها هذه، ورزقها هذاك، ورزق الشعب هذاك، بلا ما تعصبني السي عبد الله، راه بنته هذه الله يخليها ليه، ضاربه لبسه، ضاربه فيديو، راه شافها المغرب كامل. 550 مليون اللي ضاربه، وانا خاصي 1020 على الضو ما عنديش. انا ضارب 22 عام ونص ديال الحبس، يعني نمشي نطلب ولا اشنو؟ الله يجازيك بخير السي اخنوش،
ورخف على المواطنين المغاربه الشعب الضائع. الله يرحم لك الوالدين. راه تقهرنا، راه قهرتينا، قتلتينا، الله يجازيك بخير. راه انا من 22 عام ونص ديال الحبس، الافلام قصيره وما عنديش قناه. كون كانت عندي قناه افلام قصيره دابا تتمثلها الدراري تتعاون مع خويا. دخل لي الافلام قصيره اللي عند الناطش وحميد العقاري في السوداء. افلام دخل افلام خالد، افلام ود عين السبع، افلام فاطم الزهراء بس عين السبع، افلام ما تلقايش الافلام. دخل الناطش وحميد، دخل بزاف الافلام اخويا، دخل كريم العيدي الاول الثاني. عندي 28 فيلم، ما عنديش قناه، عندي تليفون داير 3000 ريال قسما بالله. الكتوبه لولادي ما عندي باش نسالي، ما عادش تخلص الكلام، ما عادش تشري كتوبه. انت دابا ديخ، ما عرفتش راسك اش باغي خويا. مستريسي ماشي ما عارفش. انا باغي، انا باغي، انا باغي رحمه الله من عند الله. وهاد السيده رخف علينا، راه تقهرنا. وانا اللي باغي الاخوان والمشاهدين الكرام، راه مستريسي اقسم بالله. انت واش هذا عصاب لي قناه؟ هذا دخلوا القنوات المشاهدين، راه كيشوفوا الافلام ديالي، راه كاينين الناس الكومونتيرات راه طالعين. واحتراماتي للكل، الله يزيدكم بخير. قول لك شي واحد، قول لي ماشي. الاخوان خارج الوطن وداخل الوطن، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. انا كنمثل افلام قصيره بدون قناه، راه ما عندي تليفون ديال 3000. الله يجازيكم بخير. للمساعده 06 35 90 24 03. اعيد الاخوان المشاهدين الكرام، 06 35 90 24 03 للمساعده. شري شي كتوبه لولادك. اقسم بالله الا شاري السيلو ولا خر، الله يبغي ربي يسلط عليا مصيبه كحله. وراه انت ما تتحشمش، انت باش تطلب الناس يساعدوك في الكتوبه باغي شي ليفون قناه، ولا حيت القناه غتولي ترزق لا قناه باش نترزق بها على الله، باش نعيش بها ولادي. واش هذا تليفون؟ ها هو الكاميرا، دير الزوم اخويا. واش هذا ب 4000 كامل مسقط؟ غيصاوب لي قناه هذا. ها الله يصاوب، الله يدير لي فيه. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. وسمحوا لنا الاخوان خارج الوطن، ولاد الحي محمدي اللي كيشاهدوا خالد بن العفري سجين التائب، هذه عبره ماشي. الله يجازيكم بخير، ساعدوا اخوكم، الله يكبر بكم، احتراماتي للكل، والله يسر الامر ديالكم.